لاكازيت فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. تصدي لم يبعد الخطورة بشكل كامل. يا سلام على حارس المرمى على كرة. شوف ردة الفعل، شوف الرياكشن، شوف المسافة القريبة، لكن الله على حارس المرمى. شنايدر وفرصة خطيرة الآن. كانت فرصة خطيرة لكن النهاية كانت بعيدة كل البعد عن الخطورة. كوكوريلا شافي سيمونز ولا مع شنايدر. تصويبة لتقليص الفارق. يا رب كرة في المرمى، اشتعلت المواجهة وعاد أمل التعادل هنا. شوف اللقطة مرة أخرى، انظر كيفية التعامل للاعب مع الضغط، شوف كيف عرف طريق المرمى. الله على القوة على المهارة. في النهاية تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدف لهدف. شنايدر ألكسندر لاكازيت، فرصة خطيرة مع لاكازيت. يا رب يا الله، ما الذي يحدث الآن؟ ما هذا؟ هل تصدقون؟ تعادل سريع، عودة قوية، أي مباراة وسيناريو في قمة الجنون. كرة تعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. فرصة والمساحة موجودة. ما زالت الفرصة. فرصة خطيرة لكن ضاعت في اللقطة الماضية. شوف التسديدة، كان قريب من حارس المرمى لكن الفرصة بتضيع في النهاية. محاولة هجومية لتحقيق الانتصار في الوقت القاتل من هذا اللقاء. كان بالإمكان أحسن مما كان. الكرة بتتخلص في هذه اللحظات. 8 دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة النهاية. فرصة للتقدم في المباراة. كرة بيخلصها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. هذه المرة سهلة في يد حارس المرمى لكن ليست في كل مرة تكون بهذه السهولة. الحارس قام بعمل كبير في التصدي للكرة الماضية. ولا مع شنايدر. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. مستحيلة، حققوها، عادوا من بعيد، لم يرفعوا المنديل، لم يستسلموا، قاتلوا حتى العودة، قاتلوا حتى الاحتفال. الله على هذه الروح. تنطلق صافرة نهاية المباراة معلية فوز ريال مدريد. المباراة كانت صعبة وقريبة والفوز جاء مثيرا في اللحظة.